يعني لو نظرنا بعين البصيرة إلى تلاحق الأيام وجدنا أن اليوم يمر بدون فائدة بالنسبة لكثير من الناس، كثير من الناس، والحكم للغالب، تجد الساعة لمحة بصر، تجد اليوم ينتهي مشوار، تجد الليلة تنتهي بجلسة، قيل وقال ثم خلاص، تنظر الساعة تعجب كيف مشت الليلة وهكذا. لكن هذا بالنسبة للغالب، أما من من الله عليه وهم الأقلون، الزمان هو الزمان الذي يقرأ من القرآن في عهد الصحابة في الوقت يقرأه بعض الناس اليوم بنفس الوقت، الذي يقرأ وما يذكر عن بعض أهل العلم من قراءة في كتب العلم في الصدر الأول يقرأ الآن عند بعض الناس ممن بورك له في الوقت، لكن غالب الناس تضيع أيامه سدى. اليوم نبدأ، لا غدا ما يمدينا اليوم، غدا من رأس الشهر، من رأس الأسبوع، وتنتهي الأيام وهو ما بادم شيء. هذا حال كثير من الناس، لا سيما من ابتلي بالسهر مثلا، ثم في وقت البكور ينام لا يستفيد من أول النهار، ثم يداوم إلى قرب العصر، ثم يحتاج إلى راحة بعد العصر والمغرب، يا الله يمديه، هذه سالفة وهذا تلفون ينتهي، والعشاء مواعدنا الشلة والربع بيطلع يمين ويسار ويسهر، وهكذا تنقضي الأعمار دون جدوى عند كثير من المسلمين. هذا صورة من أوضح الصور لمحق الأعمار، وهذا في المسلم الذي يمضي أوقاته في المباح، فكيف بمن يمضي أوقاته في المحرمات؟ نسأل الله السلامة والعافية. لكن لو أراد المسلم أن يطبق العمل الذي شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين للمقربين كدول يمشون عليه منذ استيقاظهم من النوم إلى أن يأتي النوم الثاني، جدول يمشون عليه، وهو في مقدور كل أحد، ما فيه يعني صعوبة، لكن يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى توفيق، أمر في غاية اليسر والسهولة. لكن من يوفق لمثل هذا العمل؟ وابن القيم رحمه الله يشرح هذا العمل والمظنون به أنه يطبق، ومع ذلك يقول والله ما شممنا لهم رائحة. هذا من تواضعه رحمه الله، ولا يريد أن يبدي من عمل شيء، وله معروف بالعمل المتعدي واللازم. شباب الأمة تجدهم أكثر أوقاتهم في السيارات وفي الاستراحات والقيل والقال، ما تجد هناك إنتاج وعمل ينفع الشخص وينفع أمته إلا القليل النادر، يعني الخير موجود في أمة محمد، لكن أكثر الأمة على هذا مع الأسف الشديد، فضلا عن عوام الناس، فضلا عن الفساق الذين يقضون أوقاتهم فيما يضرهم ويضر غيره، والله المستعان. يعني البركة في العمر نزعها من تقارب الزمان، ووجودها من زيادة العمر،